وهذه ايضا اصابه جديده تم نقلها مغطاه الى داخل قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي. وايضا هناك مشكله اخرى ايضا في الوصول للمصابين. هذه ايضا سياره مدنيه تنقل مصابين، سياره مدنيه نقلت مصابين، من بينهم سيدات من ذات المكان الذي تم استهداف منطقة كما يبلغني الزملاء الاستهداف تم هناك بدون تحذير، يعني الاستهداف كان لأحد البنايات ربما أو منطقة أبراج. المخابرات عموما هي منطقة بنيت بعد عودة السلطة الفلسطينية عام 1995 أجزاء كبيرة منها وهي مجموعة من الأبراج، ويعني أنه هذا يعني أنه هي مكتظة بالسكان، وأي استهداف. هذه صور أيضا للأطفال. وأيضا كما نفهم من ضباط الإسعاف الذين يصلون تباعا، هناك غارة جديدة غير أبراج المخابرات أيضا في مخيم الشاطئ للاجئين. هؤلاء وصلوا من جراء غارة إسرائيلية على أحد الأهداف في منطقة شمال مخيم الشاطئ للاجئين. إذا هي سلسلة غارات. إذا ما تحدثنا عن مخيم الشاطئ أو المنطقة الشمالية منه ومنطقة أبراج المخابرات، يعني بينها كيلومترات قليلة. هذه نتيجة رأيناها وسجلناها للغارات بشكل دائم حينما تكون، وخاصة ارتفاع. هنا يبدو أنه معهم إصابة خطرة لسيدة مغمى عليها أو طفلة دخلت إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي. فرح كنت أقول لك أنه كل مرة يتم استهداف فيها أماكن مواطنين بشكل مباشر، هذا يعني ارتفاع في عدد الضحايا ما بين شهداء وجرحى بشكل كبير. ولماذا تنقلهم سيارات مدنيين؟ لأنه صعوبة وصول سيارات الإسعاف بشكل مباشر، هم لا يعرفون. يعني ما زالت السيارات تصل تباعا باسل، يعني طفلة جديدة. هذه 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 يعني مقدمة على ما يبدو. حتى سائق السيارة متأثر من الإصابات التي ينقلها. طبعا يعني هي ما تزال تصل، لكن لماذا سيارات مدنية وليست سيارات إسعاف؟ لأنه المواطنين الذين يسكنون بالقرب من تلك المنطقة يعني يكون سهولة وصولهم أكثر من أن تصل سيارات الإسعاف ثم تعود من مناطق تحاول التمركز فيها. ورأينا أنه تم استهداف سيارات إسعاف وهي تتحرك أو متمركزة في بعض المربعات التي وزعت فيها ضمن بروتوكول عمل بالنسبة لهم. هم الآن يعني يصلون. هذه مثلا عربة ينقلونهم فقط بعربات، عربات النقل بسيطة، عربات نقل بضائع. يعني يحاولون إنقاذ المصابين بما يتيسر من وسائل النقل. يا إلهي.